بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 27 في موضوع مهم جدا اللي هو الجي 6 بي دي، اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي. في هذه المحاضرة هنتكلم على ما هو الديفينيشن، ما هي الباثوفيسيولوجي والابدياجنوزيس والمانجمنت. ديفينيشن سهل جدا بالنسبة له، هو عبارة عن إكس لينكد ريسيسيف ديزوردر. هذا الإكس لينكد ريسيسيف ديزوردر حيؤدي إلى ديفيشنسي إن جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز إنزيم اللي موجود في الار بي سيز، فحيعمل كوزنج لهيموليسيس وان اكسبوجر تو اوكسيديتيف ستريس، حيحصل على قضية اللي هي قضية الهيموليسيس. طيب النقطة المهمة جدا انه لما نقول إكس لينكد ريسيسيف ما معناها؟ معناها ان الديفكتيف جين موجود على الاكس، وبالتالي ما دام موجود على الاكس اللي حيحصل لهم يوجوالي الافكتس هم البوي، يعني بمعنى الميل هو اللي حيكون افكت. النقطه الثانيه انه الفيميل ممكن يحصل لها افكت شريطه انه يكون في هيموزايجس، انه تو اكس يحصل لهم عمليه افكتد. هذه النقطه وحنناقشها بالتفصيل ان شاء الله في الامام. طيب تعالوا نشوف الباثوفيسيولوجي للجي 6 بي دي. ركزوا معي، هذه ار بي سيز، شكل ار بي سيز باي كونكيف تماما، في قضيه الفرس اللي موجود في الهيموغلوبين وهو اساسا ريديوزد. اللي يحصل الاتي، نفترض ان الشخص ذا تعرض لاوكسيديتيف ستريس زي قضيه انفكشنز، زي قضيه دراجز زي الانتي ملاريا دراجز، وزي قضية السلفة دراجز، تعرض لقضية الفافابينز، زي قضية البقوليات، أكل بقوليات، فتعرض لأوكسيديتيف ستريس اللي هي أساساً فري راديكالز. إيش اللي حيحصل؟ حيحصل إنه هذه الأوكسيديتيف ستريس حتروح لقضية الفرس اللي موجود في الهيموغلوبين وحتعمل له أوكسيديشن وحيتحول إلى فرك، والفرك ذا ستيبل، وبالتالي حيحصل له بريسيبيتيشن، وبالتالي نون فانكشنال ونسميه ميت هيموغلوبين. طيب كارثة، دحين كل احنا بنتعرض للأوكسيديتيف ستريس يوميا، فلا بد من حماية. فالله عز وجل وضع حماية، فسبحان من خلق، وضع حاجة بنسميها ريديوز جلوتاثايون. الريديوز جلوتاثايون هو حائط صد يخلي الأوكسيديتيف ما يخليش الأوكسيديتيف ستريس انها توصل لقضية للفرس اللي موجود في الهيموغلوبين. فايش اللي حيحصل الآن؟ حائط الصد موجود اللي هو ريديوز جلوتاثايون، فلما تيجي الأوكسيديتيف ستريس أي واحد منهم حيوصل للريديوز جلوتاثايون وحيروح يعمل عملية يحوله إلى قضية أوكسيدايز جلوتاثايون. طيب الآن حينطرح سؤال، خلاص راح اللي هو حائط الصد، فحتيجي الأوكسيديتيف ستريس تروح قضية تحول عملية الفرس أو تعمل له أوكسيديشن وتحول إلى فرك؟ نقول لا، نقول أوجد الله عز وجل في الار بي سيز حقنا الجي 6 بي دي، فالجي 6 بي دي حيحول الناد بي إلى قضية ناد بي اتش. الـ HD اللي موجودة اللي عليها الدائرة حتروح للأكسيدايز وحترجع مرة ثانية المركب إلى Reduced، فبالتالي الجلوتاثايون حيظل موجود وحتظل العملية بالشكل هذا طالما والG6BD موجود، لأنه حيطلع الناد BH باستمرار، فالـ H حتروح للأكسيدايز وحترجعه إلى قضية Reduced جلوتاثايون. طيب الآن لكم أن تتصوروا شخص عنده Deficient في الG6BD، أهو عنده Deficient، فبالتالي الـ HD نقول إنها تختفي. فايش اللي حيحصل؟ حيحصل خلاص الان اي اوكسيديتيف ستريس حتروح لقضيه الاكسجين للفرس اللي موجود في الهيموغلوبين وحتعمل له اوكسيديشن وحيتحول الى فرك، وبالتالي نقول عليه نون فانكشن. وعلى فكره ممكن يسموه فيما بعد يسموه الهاينز بودي، هي جايه من هنا. طيب وبالتالي حيحصل قضيه انه حيصبح عمليه بريسيبيتيشن للهيموغلوبين اللي هو ستيبل ويصبح نون فانكشنال. طيب النقطة المهمة جدا، الآن نفترض أنه حصل precipitation في الار بي سيز وحصل قضية oxidation للفرس وتحول إلى فرك وأصبح precipitation. لما تروح الار بي سيز للسبلين، السبلين يشوف هذا precipitation ويشوفه غريب، فيروح يقطم عملية precipitation ذا، فتصبح الخلية بهذا الشكل، ومن هنا سموها بايت سيل لأنه قطمها السبلين. فلكن هناك نقطة مهمة جدا، عندما يقطمها الاسبلين يحدث معها حاجة مهمة جدا، يحدث حاجة بنسميها اللايبوبروتين لاير، يحصل لها ريموفينج. اللايبوبروتين لايرز في الار بي سيز يحصل لها ريموفينج، فبالتالي لما يحصل لها ريموفينج يحصل عملية الار بي سيز بتمتلي بقضية بالماء، فيصبح عملية الار بي سيز نقول عليها مور بيرمابل،
فبالتالي حيؤدي الى ايش؟ ده حيؤدي الى قضيه ديستراكشن ورابشر للار بي سيز انترا سيلولر. وهذه نقطه مهمه جدا، لانه اي حد ممكن يقول ما دام راحت السبلين حيحصل ديستراكشن، نقول له لا، الديستراكشن حيحصل انترا، حيحصل قضيه انترا فاسكولار. اذا حيحصل بايت البايت سيل، وبالتالي ما يحصلش هيموليسيس، فقط انه قطم البايت سيل. ولو ما قطمها البايت سيل او اللي هو البريسيبيتيشن هيموغلوبين تكونت البايت سيل، ولو ما خرجت الار بي سيز حصل عمليه اللايبوبروتين لاير، حصل لها ريموفينج، فبالتالي اصبحت الخليه مور بيرمابل، فبالتالي حيدخل الماء وبالتالي حيحصل رابشر وحيحصل لايسيس انترا فاسكولار. الهاينز بادي الموجوده اللي حصل لها بريسيبيتيشن في الار بي سيز دي حنشوفها في البلد، لكن حنشوفها بصبغه اخرى. الصبغه هذه نسميها عمليه اللي هي قضيه الكريستال فايلوت، فبالتالي حنشوف الهاينز بودي في بقضية الكريستال فايلوت. الآن خلاصة هذا الوضع ما هو؟ حصل ديكريز في الجي 6 بي دي، حصل حيحصل قضية عملية الناد بي اتش. لو ما حصل قضية الناد بي اتش حصل له ديكريز، ما معناها حيحصل عملية ديكريز في الريديوزد جلوتاثايون، فبالتالي أي اكسبوجر لأي اكسيدتيف ستريس حيحصل دامج للخلية. ومن هنا نجي نقول إيش فائدة الريديوز جلوتاثايون؟ هو أنتي أوكسيدنت، وبالتالي أي اكسيدتيف ستريس هو حائط صد ما يخليهاش تعمل عملية اكسيديشن لقضية للفرس. طيب النقطة المهمة جدا انه السيفيريتي للهيموليسيس دي ديبند على ايش؟ ديبند على الاماونت اوف انزايم ديفيشنسي، بمعنى انه ممكن يكون سيفير الدستراكشن لو ما يكون زيرو، اللي هو قضية نسبة الانزيم، الانزيم مش موجود خالص، او يكون مودريت لو ما يكون الانزيم موجود من زيرو لعشرة، او يكون مايلد لو ما يكون الانزيم ده موجود من عشرة لستين، او اسيمباتوماتيك لو ما يكون من ستين الى مية، ده مش هيحصل اي شيء. طيب اذا بشكل عام المريض ذا يوجوالي اسيمباتوماتيك، ما عنده اي مشكله خالص، الاتاك ما تحصلش الا اذا حصل اكسبوز لقضيه الاوكسيديتيف ستريس، وبالتالي لو ما يحصل اوكسيديتيف ستريس اللي حيكون فري راديكلز حيحصل قضيه الاتاك. طيب تعالوا الان نشوف لقضيه انه كيف لو زوج طبيعي ما عندهش اي مشكله والزوجه عندها عمليه كارير لقضيه الجي 6 بي دي على الاكس لينكد، لانه اساسا هو اكس لينكد. ايش اللي حيحصل؟ حيحصل اي بنت تولد بنت حتكون عمليه 50% حيكون كارير و50% حتكون نورمال، واي ولد يولد حيكون 50% حيكون ديفيشنت و50% نورمال. هذه لما تكون فقط الام كارير. طيب الان لو حصل الاتي، لو حصل انه الاب ديفيشنت، اكيد ديفيشنت لانه معاه اكس فقط، والام كارير، اللي حيحصل الآتي، حيحصل إنه 50% أي بنت تولد 50% حيكون ديفيشن، و 50% أي بنت تولد حتكون قضية كارير. الأولاد حيكونوا كالآتي، إنه 50% ديفيشن و 50% كمان نورمال. هذا لما يكون قضية إنه الأم كارير والأب حيكون ديفيشن. طيب النقطة الثانية، لو حصل العكس، إنه فقط الأب deficient لكن الأم normal، إيش اللي حيحصل؟ حيحصل الآتي، 100% أي بنت حتولد حتكون كارير، أي بنت حتولد، وأي ولد حيولد حيكون 100% normal. وهذا حيعطينا قاعدة مهمة، هذه القاعدة تقول no male to male transmission، الميل affected from carrier في ميل، يعني الميل ما ينصابش إلا من قضية الكارير في ميل، ولا ينصاب لو قضية والده مصاب. هذه نقطة مهمة جدا. طيب لو كان قضية الأب كان deficient والأم deficient، بالتأكيد 100% كل الأولاد أولاد ولا بنات حيكونوا قضية deficient. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس للجي 6 بي دي؟ أول أمر هذا السكيم اللي اتفقنا عليه، إحنا كل الكلام اللي بتكلم على نورموسيتيك نورموكروميك وبتكلم على قضية انترافاسكولر، الآن مهم جدا في الدياجنوسيس إن نعمل هيستوري للإكسبوجر، من قضية نشوف قضية هذا بيكون ميل، الميل بيقولنا حيكون هو اللي يوجوالي افكتد، هل في تعرض للانفكشن، اكل قضية مثلا فول او بقوليات، استخدم دراجز نوع معين السلفة او غيرها، دي لابد ان نكون في الهيستوري في بالنا. النقطة الثانية اتفقنا على 3-3-1-1-1، الثلاثة الاولين هيموغلوبين والار بي سيز والدول كلهم حيحصل لهم عملية انيميا، وحيحصل sudden drop، وهذه كاركترستيك sudden drop فيهم
لانه هيحصل هيموليسيس. الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي دول كلهم نورموسيتيك نورموكروميك. الار دي دبليو هتكون نورمال. البلد فيلم كاركترستيك هنشوف البايت سيلز دي هتكون كاركترستيك في قضيه في البلد فيلم. الريتكس هتكون انكريز. الكونفرماتوري تيست هو هنا ان احنا نعمل ميجر للجي 6 بي دي انزايم، لكن النقطه المهمه ما نعملوش الا بعد الريكفري. ليش؟ لانه لو عملناه هيطلع طبيعي. ليش هيطلع طبيعي؟ لانه الريتيكولوسايت بتشتغل وبتطلع بشكل كبير، والريتيكولوسايت فيها جي 6 بي دي، فلو كان نسبه حتى الجي 6 بي دي قليله وفي عدد كبير من الريتكس جات، هيطلع نسبه الانزايم نسبه طبيعيه، فبالتالي ما يتعملش هذا الانزايم الا افتر complete recovery يقاس الانزيم. لكن حاجه مهمه طبعا من ضمن الاشياء اللي يسموها دارك يورين، ان الهيموجلوبين الموجود في اليورين هذه واحده من المين كاركترز، اكيد بتدل ان في عمليه انترا فاسكولار هيمولايسيس. قضيه هيبتاجلوبين هيحصل كمان ديكريز لانها انترا فاسكولار. المانجمنت للجي 6 بي دي كالاتي، انه ديورينج الاتاك لابد يعطى بلاد ترانسفيوجن لانه هيحصل عمليه سادن دروب، حيعطى عمليه فلويد لانه في معنا ديستراكشن للار بي سيز والهيموجلوبين حيخرج فري وحيروح للكدني، فلا بد يعمل نعمل فلويد فلويد عشان نغسل قضيه الكدني. لابد يعطى فيتامين بي 12 والفوليك اسيد والايرن لان البونمر شغال فعاوز قضيه الفوليك اسيد بالذات، لان الفوليك اسيد مخزونه قصير ومخزونه محدود، فلا بد يعطى قضيه الفوليك اسيد بالاضافه الى فيتامين بي 12 والايرن. الأكيد لابد يكون واحدة من المناجمات إنه avoidness. شخص عنده جي 6 بي دي ديفيشنت خلاص يبتعد عن الفول، ما يأكلش فول. شخص عنده عملية الجي 6 بي دي ديفيشنت الدرجز، وفي لستة في الدرجز بالكامل تكون معاه على طول، لما يروح عند دكتور يقول يعطيه اللستة الممنوعة من الدرجز عشان ما يحصلش عنده الأتاك. كنت معكم فيما مضى في موضوع الجي 6 بي دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.